السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم جميع؟ كنتمناكم بخير على خير. كل الناس اللي كيحبوني وكيشاهدوا الفيديوهات ديالي مرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله غادي نديرو أكلة اسمها المجدرة، هي لبنانية كدب طرق مختلفة في سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي يعني في بلدان كتير هكذا طرق مختلفة. أنا اليوم غنديرها لكم بطريقتي، يعني مختلفة شوية في البهارات، أما هي طريقة لبنانية صراحة. كيجي بها العدس خفيف، كيمكننا ناكلو حتى في الصيف لأن كتكال باردة وكترافق في سلطة. بسم الله على بركة الله غادي نبداو. كنحتاجو الأكلة ديالنا، كنحتاجو العدس اللي ديجا كما كتشوفوا غسلته وخليته شويه في الماء باش داك الجلده ديالو ما تعزلش على اللب ديالو حنا كنطهيه. وكنحتاجوا الرز، الكميه ديال العدس اكيد غتكون اكثر من الكميه ديال الرز. كنحتاجوا هنايا جوج ديال البصلات عندي مشلضين كما كتشوفوا هلاليين. كنحتاجوا البصل، كنحتاجوا عفوا الملح والابزار، الفلفل الاسود والملح. كنحتاجوا زيت المائده القليل فقط اللي غنحتاجه في البصل. بسم الله على بركة الله. هنا غادي ناخدو العدس ديالنا، غادي نديرو في طنجرة اللي هي جهزتها هنايا وحطيت فيها الماء كما كتشوفوا. انا غادي نحط فيها العدس ديالي وغادي نشعل عليه وغادي نرجعو. كيف ما كتشوفوا معايا نزلت العدس ديالي في الطنجرة اللي بدون اي شيء غير مع الماء فقط. غادي نخليو العدس ديالنا يغلي وغادي نقصو عليه النار قليلا، غادي نخليه يستوي نص استواء يعني يطيب غير نص طيبه، وغادي نضيفو الرز باش يكمل الاستواء ديالو معاه، وغادي نرجعو ان شاء الله نكملو بقيه الطبخه. هنا كيف ما كتشوفوا عندي خضار اللي غسلتها نظفتها، هذه هي الخضر اللي غندير في السلطه، سلطه ديال الفتوش. عندي هنا المطيشه او بندوره، عندي الخيار، عندي الفجل، عندي الخس، عندي الفليفله الخضراء. لكن عندي فليفله ملونه يمكن لي نديرها، وغادي نضيف عليها شويه ديال النعناع، اوراق النعناع فقط. هذه هي السلطه ديالي اللي غنرافق بها الطبق ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا معايا هنيا الرز ديالنا، الرز كنعتذر، هنيا العدس ديالنا فطاب نص طيبه. غادي نجيبوا دابا الرز ديالنا وغادي نزيدوا عليه. بسم الله على بركه الله. كيف ما قلنا الكميه ديال الرز تكون اقل من كميه العدس بقليل، وغادي نخليو دابا مع بعضهم. غنحبكم نخليهم مع بعضهم تيستاو، من الاحسن ما يطيبوش بزاف تيتعجنوا، نخلي كل حبه تبان بوحدها. ونرجعوا نشوفوا كيفاش غادي نقليو البصل من بعد. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي المجدرة، يعني الرز والعدس ديالنا بعد ما تسلقوا بجوج مع بعضهم حيدناهم ودرناهم في مصفايه باش يتصفاو. دابا غادي ندوزو، غادي نحطو هنايا الطنجره فوق النار، غادي نسخنوها، غادي نضيفوا ليها الزيت، الزيت النباتي كيف ما كتشوفوا، وغادي نضيفوا البصل ديالنا باش يتشحر كيف ما كتشوفوا. وغادي نضيف البصل ديالي، القليل من الملح كيساعد ان البصل تنزل، ما نكثرش لان غنضيف الملح للمجدره ديالي. وغادي نغطيو عليها ومره مره غنحركوها حتى يولي اللون ديالها كراميليزي، يعني لون ماشي بني غامق، داك البني المفتوح انتم غتشوفوا معايا كيفاش غنحمروه. من بعد ما تقلى لينا البصل ديالنا او تحمر، انتم غنوريكم اللون ديالو، نقرب لكم الكاميرا اكثر. شفتوه يعني كيولي اللون ديالو كراميليزي، يعني اللون ديال الكراميل. كنجيبوا المجدره ديالنا وغادي نصبوها فوق من البصل. الا بغينا نزينو بالبصل غنحيدو واحد القليل، نحيدو شويه باش نزينو، وعاد نصبو فوق منه المجدره. وكنصبو الرز والعدس ديالنا، كنكونوا نقصنا النار تحت منهم جيدا، وكنجيبوا الابزار والملح، ما نكتبوش الابزار، الملح ضرورية اكيد خاصنا نكتبوا، يعني ماشي نكتب الملح لكن ندير الملح الكافي، لان ما درناش ملح في السليق، كندير الملح الكافي. وما كنحركوش من ملعقه، كنهزوا الطنجره ديالنا وكنقلبوها غير بشويه، بحال نقلبوا اومليت مثلا في المقلاه هكا، كنقلبوها بشويه من الطنجره، ما نحركوش باش ما يتعصبش فينا العدس مع الرز ديالنا. من بعد ما قلبت المجدره ديالي، انا هذا اختيار شخصي، كنحب نضيف زيت زيتون قليل، كتعجبني كمذاق وصحيه، مع انها اكله صحيه.
وكنخليوها فوق النار مده ما كتفوتش 5 دقائق، وغادي نطفيو عليها وغادي ندوزو للتقديم النهائي. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الطبق ديالنا ديال مجطرة، زينتها بالبصل اللي هو قلت لكم قبيله هو قليته ولا كاراميليزي، زينتها بالقليل منه، زينتها بالفلفل الحار لان دائما كنصاحبها بالفلفل الحار كناكلها معاه. وهنا عندنا سلطه فتوش كيف ما كتشوفوا، خس ومطيشه بندوره وخيار وفجل والقليل من النعناع، هي مازال ما مخلوطاش، مهم حبيت نوريها لكم. الكل انا ما كنبغيش بعض المرات كاين اشخاص عندنا في الدار يعني ما كيحبش مثلا، كيحب عوض الخل مع السلطه كيحب الحامض او كيحب مثلا دبس الرمان، فمرات ما كنحط ليهاش هذه الاشياء، ومرات ملي كنكون لوحدي كنحط. شكرا لكم على تتبع ديالكم الفيديو للاخير، ما تنساوش اللايك، كنحبكم في الله، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.